دعما لتطوير الصادرات خارج المحروقات، قرارات تجسد ميدانيا، فيأتي تنصيب المجلس الاستشاري لترقية الصادرات كخطوة يعول عليها لتنظيم مجال التصدير والوقوف على العراقيل التي لطالما كانت عائقا أمام المصدرين الراغبين في ولوج الأسواق الخارجية. العراق اللي توجه لها المصدر يعني بصفة عامة هي على رأسهم يعني النقل، خاصة النقل البحري. العرقلة الثانية هو قانون الصرف، خاصة يعني ما يسمى يعني الصرف يعني العملة الصعبة. الجودة يعني الجودة للابوراتوار دو كاليتي ما كاش بزاف يعني على مستوى الوطن، وهذا يعرقل يعني سهولة يعني التصدير. المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات راح يعطي ثاني تقييم، مع الأسف ما عندناش تقييم تاع الاتفاقيات اللي درناهم مع الاتحاد الأوروبي مع المنطقة الحرة العربية. عنده دور مهم اللي كان خصنا، هي ما هي استراتيجية الوطنية للتصدير. اقتراح إجراءات من أجل تجاوز هذه العقبات مهمة كبيرة ستقع على عاتق هذه الهيئة الاستشارية، فتفعيل ورقة طريق تسمح بوضع استراتيجية وطنية للتصدير آليات لإنجاح دور هذا المجلس. المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات هو مجلس جاء في وقته، خاصة في ظل رفع التحدي لتحقيق حوالي 13 مليار دولار صادرات، ما يتطلب تضافر جهود الجميع لأنه هناك هيئة على أعلى مستوى يمكن أن تطلع بحل المشاكل والتحديات المطروحة أمام المتعاملين الاقتصاديين. في رأينا أن هذا المجلس سيطلع بمهام رسم استراتيجية وطنية للتصدير تعمل على تشخيص ما هي إمكانياتنا الحقيقية في التصدير، وكذلك الاستطلاع لمعرفة ما هي الأسواق المناسبة للمنتوجات الجزائرية. دعامة قوية تضاف لمنظومة تطوير التجارة الخارجية، وهيئة اقتراح ينتظر منها اليوم لعب دورا محوريا في إعطاء نظرة استراتيجية للصادرات الوطنية، خصوصا أمام مسعى المتعاملين الاقتصاديين في اقتحام السوق العالمية عامة والسوق الإفريقية خاصة.